وفق البي دي اف اللي واصل عندكم ان شاء الله، نتكلم عن بروسيجر لحل جميع مسائل الكونتاكتس، بروسيجر بسيط ويحل كل المسائل ان شاء الله. فرضيات العالم هيرتز في الكونتاكت، قبل ذلك نتكلم عن مساحات الكونتاكت، يعني شيء بسيط انه مثلا اذا عندنا كورتين سفير اذا ضغطنا عليهم بهالشكل هذا مساحه الكونتاكت بيناتهم راح تكون عباره عن سيركل. يعني اذا كانت عندي كره مع كره اخرى موجوده وضغط عليهم بوزن معين، فالكونتاكت هنا راح تكون عباره عن سيركل دائره. هذا هنا منظر جانبي، خلينا نشوف هالشكل هذا، راح تكون سيركل نصف دائره نصف قطرها اي نسميه. اذا كان عندي كره، اي كره من عندهم، هذه الكره موجوده مع فلات سيرفس، يعني هذه الكره موجوده عندي وفلات سيرفس موجود عندي، اضغط عليها بوزن معين راح يصير عندي هنا كونتاكت. الكونتاكت ايضا نفسها راح تكون نصف قطرها اي سيركل، نصف قطرها اي. اذا كان عندي تو سلندر بهالشكل هذا، الكونتاكت بيناتهم راح يكون عبارة عن مستطيل، هذا السلندر موجود عندي مع سلندر أخرى موجودة، ضغط عليهم في وزن معين الكونتاكت راح يكون عبارة عن مستطيل، هذا المستطيل العرض مالته 2B والطول مالته نركز عليه انه التو ال. الحسابات اللي موجوده عندنا انه قبل ما نبدي بحل اي مساله لازم نحدد الجسم الاول نرمز له بالاي والثاني بالبي، اي واحد من عندهم سواء يعني بديل، ايضا الاي مع البي، الاي مع البي. المعادله العامه لانخفاض نصف القطر، نصف القطر هذا اكيد نبدي اضغط للكره، اضغط على الكره بهالشكل هذا، نصف قطرها يبدي يقل في منطقة التماس. يعني إذا كانت هي كانت R الآن راح نسميها R داش، إذا انخفضت R داش، انخفضت بمقدار R داش، يعني الكرة إذا حاولنا نضغط عليها أكيد إذا نصف القطر نضغط عليها بهالشكل هذا في منطقة التماس نصف القطر راح يكون أقل فنسميه R داش. المعادلة العامة للR داش واحد على الR داش يساوي واحد على الR اي باتجاه الاكس، بس راح نشوف المفاهيم هذه اللي موجوده، على واحد على الار بي زائد واحد على الار، طبعا هنا باتجاه الاكس لا نزال، الار اي واي زائد واحد على الار اي بي واي. يعني للكره اذا تكلمنا 3 دي شويه هذا نصف القطر اللي يبدي يتحرك باتجاه الاكس، فنقول اتجاه اكس. الثاني اللي هو عمودي علينا راح يكون لان هي كره نسميه واي للجسم الاول، وللجسم الثاني نفس الشيء. هذه الكره هي هنا عندي بهذا الاتجاه نسميه ار اكس، بالاتجاه اللي عمودي علينا راح يكون ار واي. مفهوم يعني خلينا نكون مفهوم اكثر، عندنا هذا الاتجاه حركه نصف القطر بهالشكل هذا هي ار اكس، حركه باتجاه بهالشكل راح يكون عندي ار واي، وللكرتين فلهذا السؤال هذه المعادله العامه للانخفاض. هذه ما راح تكون ثابته لانه راح يصير عندنا متغيرات بسيطه راح نفهمها، انه في حاله الدائره راح في حاله السفير ما عندي مشكله بها، لكن في حاله الفلات نشوف نصف قطر ما موجود اليه، نصف القطر انفينيتي، فواحد اذا هو جسم بي واحد على انفينيتي، وهنا عندي هم انفينيتي واحد على انفينيتي، ومفهوم عندنا بالرياضيات ان الواحد على انفينيتي يساوي زيرو، اذا هذه المعادله ممكن تتغير تشكيلها، حتى اذا حفظناها ونعوض بها راح تطلع عندنا حسب الامثله اللي موجوده بالمحاضره راح تكون مختلفه. فاذا نريد نحل بصوره عامه شلون راح نبدي نحسب كبروسيجر عام يحل لنا كل المسائل، راح تكون عندي كالاتي. أول شيء لازم نرمز للأجسام A B وهكذا حسب الأجسام اللي موجودة عندي. اثنين
نوعية الكونتاكت اريا، هل هي سيركو، هل هي ريكتانجولار، واحنا قلنا اذا كان سلندر مع سلندر او سلندر مع فلات يصير عندي مستطيل. سيركل راح يكون عندي دائره ونصف قطرها اي، دائره ونصف قطرها اي، هنا راح يكون عندي مستطيل وقلنا هنا هو التوبي والطول مالته 3. حساب معادله الانخفاض في نصف القطر وسميناه ار داش، فواحد على الار داش يساوي حسب المعادلة قلنا واحد على الار اي اكس زائد واحد على الار بي اكس زائد واحد، هاي المعادلة العامة على الار بي واي. انخفاض راح يصير عندي بالمودلس اوف الاسيستي ريديوس فنسميه داش، ايضا المودلس اوف الاسيستي نرمز له بالرمز اي مثل ما تعرفون، فراح يصير عندي واحد على الاي داش يساوي واحد على اثنين يعني نصف في واحد ماينس البوسنس ريشيو تربيع للجسم الاول على المودولس اوف الاسيستي للجسم الاول زائد واحد ماينس البوسنس ريشيو تربيع للجسم الثاني على المودولس اوف الاسيستي للجسم الثاني. الان اذا كان عندي المقطع دائري، اذا كان عندي يعني خلينا نقول تو سلندر، فأكيد المقطع يكون دائري وقلنا هذا راح يكون عندي اي، فأبدي احسب نسميها خلينا نسميها اي، احسب الاي نصف القطر هذا يساوي 3 في الوزن وزن الجسم في الار داش اللي حسبناه من المعادله الثلاثه على الاي داش اللي حسبناه من هذه المعادله الكل اس 3 2. البي ماكس البرجر ماكس الضغط الكلي على ضغط يساوي لنا 3 في الوزن على ال2 باي في الاي تربيع 3 تاو ماكس اللي هو ستريس هو هذا المطلوب من عندنا يساوي لنا ثلث البراجر ماكس. عند عمق ايش قد العمق راح يصير عندي اللي هنا تماس، عند عمق نسميه زد يساوي لنا 0.363 من الاي، هذه في حالة إذا كان عندي تو سفريكال. بس ننتبه إنه المعادلة للآر داش شلون نتعامل وياها هنا. في حالة تو سفريكال أو نصف القطر راح يكون عندي أي واحد على الآر داش يساوي اعتبار نصف القطر باتجاه الـ AX والـ BX هو نفسه راح يكون RA زائد واحد على الـ RB زائد واحد على الـ RA زائد واحد على الـ RB، وهذا معناها راح يساوي لنا 2 RA زائد 2 RB. طبعا هاي بامكان انه حفظها اذا تو سفريكال، يعني اذا كانت كرتين ممكن يحفظ او نطبق القانون هذا، بس خلينا نعيد شلون صارت عندي بهالشكل هذا. قلنا للكره الاولى وللكره الثانيه حتى اذا كانت اقطارها مختلفه اكيد باتجاه الاكس، وهذا اتجاه الاكس هذا الار اي باتجاه الاكس، فاحنا المعادله تقول باتجاه الاكس وقلنا باتجاه الاكس سميناه ار اي. الان باتجاه الواي نصف القطر للكره هو ثابت نفسه ار اي، فراح يكون عندي ايضا ار، اذا باتجاه الواي وباتجاه الاكس راح يكون نفسه ثابت لانه كره، ونفس الشيء للكره الاخرى اللي هي الكره بي راح تكون عندي باتجاه الاكس
راح يكون نفسه باتجاه الواي، وبالتالي راح يصير عندي 2 على الار اي زائد 2 على الار بي. هذا ممكن نستخدمه كبروسيجر لحل جميع مسائل السطح. اذا كانت عندي اللي يتولد عندي توسفريكال يتولد عندي اي. نشوف مسائل اخرى او بروسيجر اخر اذا كانت عندي تو بارالل سلندر، يعني اذا كان عندي حاله، خلينا نقول الحاله الثانيه كان عندي سفير وفلات سيرفيس، قلنا هذه الكره موجوده عندي بهالشكل هذا والفلات سيرفيس، وراح يتكون عندي اي نصف قطر دائرة كونتاكت، هنا راح يصير عندي نصف قطرها اي. اول مره احسب الاي بالطريقه السابقه، اثنين احسب البي ماكس البرجر ماكس بالطريقه السابقه ايضا تكلمنا عليها، والتاو ماكس وايضا الزد، ما عندنا مشكله. لكن الاختلاف فقط وين راح يكون؟ راح يكون الاختلاف فقط في الواحد على الار داش يساوي لي 2 عن الار اي. ليش؟ لانه الجسم الثاني اللي هو هذا البي عن الاي، الجسم الثاني راح تكون نصف القطر الى انفينيتي، ما الى نصف قطر فانفينيتي، فواحد على انفينيتي يساوي صفر باتجاه الاكس وباتجاه الواي، فيكون هذه المعادله. اذا الان صار عندي في الحاله الثانيه اذا كان عندي سفير مع فلات سيرفيس راح تكون عندي الار داش مختلف، وهذه هي المعادله اللي تحكمنا بالار داش مع الخطوات السابقه نفسها. الحاله الاخرى حاله اذا عندي كان التو بارالل للسلندر اللي تكلمنا عليه قبل شويه، قلنا اذا كان عندي السلندر الاولى اللي هي A والسلندر الثاني اللي هي B راح يتولد لنا بيناتهم كونتاكت، هنا مقداره 2B وهنا مقداره الطول اللي هو 2L هنا. المعادلة اللي تحكم للسفريكال عندي الواحد على الار داش يساويني واحد على الار اي زائد واحد على الار. هسه نرجع هاي نوضحها فد شوية ليش هذه المعادلة ممكن تحفظ وممكن يعني نقدر نحلها. هنا ما عندي اي، اكيد عندي البي، فالبي يساوي المعادلة اللي تحكمنا في البي هي 4WR داش على الباي ال الاي داش اللي حسبناه ايضا اس نصف، في حين البرجر ماكس يختلف عن السفريكال راح يكون عندي الدبليو على الباي في البي في الال. التاو ماكس راح يساوي لي 0.304 مو ثلث، يعني قريب اقل من ثلث في البرجر ماكس، والزاد راح يكون عنده عمق يساوي 0.78 من البي. هاي ضروري نرجع للمعادلة هذه اللي هي الار داش، شلون صارت عندنا ار داش. الار داش لاحظ بالكرة عندي ار باتجاه الاكس موجودة هذا الاتجاه، لكنه ما عندي ار بالاتجاه الطولي انفينيتي الار مالتي، فبنطبق المعادله العامه اللي هي المعادله العامه بس نذكركم بها، الواحد على الار داش يساوي الواحد على الار اي اكس زائد واحد على الار بي اكس زائد، وهذا البي هو الجسم الثاني، واحد على الار اي واي زائد واحد على الار بي واي. نشوف انه باتجاه الاكس موجوده فواحد على الار اي، وهنا باتجاه الاكس ايضا موجودة للجسم الثاني واحد على الار بي، لكنه باتجاه الواي، هذا اتجاه الواي اذا افترضنا هذا الاكس اللي هو الدوراني موجود باتجاه الواي انفينيتي زائد واحد على انفينيتي زائد واحد على انفينيتي، وهذا يؤول الى الصفر، فاكيد راح يصير عندي واحد على الار اي زائد واحد على الار بي.
عندي الاخر شيء الاخر اللي موجود البروسيجر الاخر اذا كان عندي الكروس اذا كان عندي الحاله خلينا نسميها الحاله دي اذا كان عندي الكروس سلندر كروس سلندر اقصد انه هذه اسطوانه بهالشكل زين واسطوانه اخرى موجوده بشكل اخر طبعا هذا التماس بيناتهم الكونتاكت بين تو سلندر بهالشكل هذا راح تكون ايضا على شكل دائره نصف قطرها اي اذا معادلات الاي هي معادلات السفير نفسها اللي استخدمناها ومعادلات البي ماكس نفسها والتاو ماكس تكون نفسها المشكله وين تكون عندي دائما يخطئون الطلاب هي بالار داش واحد على الار داش يساوي الآن إذا افترضنا هو هذا اتجاه الأكس هذا الجسم الـ A وهذا الجسم B إذا افترضنا هذا هو اتجاه الأكس فموجودة باتجاه الأكس واحد على الـ R A زائد اتجاه الـ Y ما موجودة عندي فأكيد راح تكون عندي في الجسم الأول اتجاه الـ Y infinity في هذا الجسم اتجاه الأكس ما موجود عندي اتجاه الـ Y موجود عندي هذا هو اتجاه الـ Y فراح تكون الار المعادله اللي راح تحكمني 1 على الار داش يساوي لنا 1 على الار اي زائد 1 على الار اتصور هاي شوي يحتاج لها اعاده خلي افترض هذا المستوي هو باتجاه الاكس اذا الار يتحرك باتجاه الاكس وهذا الار الار واي لهذا الجسم يساوي انفينيتي فللجسم الاول الار اي موجوده لكنه الار اي اكس خلينا نقول موجوده الار اي واي يساوي انفينيتي للجسم الثاني هذا هو الجسم الثاني السلندر الثانيه راح تكون عندي هذا هو اتجاه قلنا الاكس فاكيد الار اي واي يساوي انفينيتي في حين البي واي العفو أو حتى نسميها البي اكس حتى الجسم ما يصير عندي البي واي يساوي مقدار اللي هو الار بي الان بالجمع راح يكون عندي هذه المعادله اللي تحكمنا الامثله اللي موجوده يعني كل الامثله اللي موجوده ما مطالبين بحفظ البي افريج زين ولا مطالبين يعني الضغط المتوسط الضغط ولا مطالبين بحساب الديفلكشن ماكس والديفلكشن اي شيء له علاقه بالديفلكشن ماكس غير مطالبين الان احنا ممكن نحل الامثله او نشوف مدى الاستيعاب للماده ان شاء الله واي استفسار احنا جاهزين ان شاء الله بالتوفيق مقدما